في يوم من الأيام زي كل شيء في الكون هتفقد كتلته ووزنه بما فيهم أنا وإنت، ويزول الكون كله باللي عليه. وزي ما بيقول الناس بتوع الفيزياء أمثال ستيفن هوكينج، ترجع كل حاجة جزيئات سبحة بلا كتلة ولا وزن، زي ما بدأ الكون بالظبط يفقد كل شيء كتلته حتى أنا وإنت. وزي ما الفيزيائيين دول توصلوا من خلال معدتهم إذا بالمفاجآت بقى، قولوا كده سبحان الله. هم تعبوا قوي عشان يوصلوا للكلام ده، سنين وسنين جهد، علم الحقيقة يحترمه، لكن القرآن قال بوضوح كيف سينتهي العالم لما يفقد كل شيء كتلته وزنه. إيه ده؟ مش ده هيجز بوزون؟ أيه اللي بقت 126 بدل 127؟ القرآن قال إن كل حاجة تفقد كتلتها ساعتها ينتهي العالم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، صوف منفوش، صوف. لا إله إلا الله، القرآن آيتين. يا القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، شفت حركة الفراشة؟ مفيش كتلة. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، بني آدم حيفقد كتلته يوم القيامة، سبحان الله، ويبقى في وزن الفراشة. تخيل حضرتك تبقى في وزن الفراشة، والجبل حيفقد كتلته يوم القيامة، ويبقى في وزن صوف منفوش بالحرف الواحد زي العلم. لا، القرآن كمان قال حاجة تانية، إن الكون حيرجع زي ما بدأ. مش هم قالوا وساعتها يرجع الكون زي ما بدأ؟ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا إله إلا الله. لا مش كده وبس، ده في سورة التكوير، تخيلوا سورة التكوير كأنها بتوصف هيجز بوزون بالظبط. سورة التكوير وصفت بالتحديد يوم نهاية العالم بالتفصيل، وفي مختلف الآيات بتقول بوضوح إن كل حاجة في اليوم ده هتفقد كتلتها ووزنها. وأقسم القرآن في الصورة دي بالذات بمجموعات لا نراها، أول ما تجري تختفي وترجع مكانها، أول ما تجري تختفي وترجع مكانها، وتطلع مجموعات لا نراها، أول ما تجري تختفي وترجع مكانها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس، الخنس الأشياء الغير مرئية، أنا مش بفسر، ده المعجم في اللغة العربية، الخنس يعني ما لا تراه، الجواري الأشياء التي تجري، الخنس يعني التي لا نراها، والجواري التي تجري، والكنس التي تختفي وترجع مكانها مرة أخرى. فلا أقسم بالخنس، الجواري الكنس. إيه ده؟ مش هو ده اللي العلم عمال يطلعه بالحرف الواحد آيات القرآن؟ ده القرآن كده بيقول لنا هيحصل إيه يوم القيامة؟ حضرتك هتفقد كتلتك، والجبال هتفقد كتلتها، الكرة الأرضية هتفقد كتلتها، كله يبقى زي الفراش. هو ده اللي قالوا زوال العالم يتمسح بأستيكة لما العلم مش عارف يفسرها بإيه. طب ما نبعت لهم آيات القرآن دي، مش عشان نتمنظر عليهم، عشان نقول لهم نو كلاش، ما فيش تصادم بين العلم والحياة، مش عشان نتمنظر بإعجاز علمي، عشان نقول إن إحنا محتاجين الأضلاع الثلاثة، العلم والدين والحياة، يمشوا مع بعض. وبعدين كده ما حدش يضحك علينا، اصل كل يوم تسمع وكاله ناسا للفضاء منزله خبر الحقوا في كوكب هيصطدم بالارض فممكن يدمر الارض ونموت كلنا. وبعدين لان الكون مش يا جماعه، احنا عارفين ان الكون مش هينتهي بالصدمات كواكب ولا بنيازك، لان احنا عارفين الكون هينتهي ازاي، لان ولا ببراكين مدمره ولا بحراره عاليه ولا ان احنا بصواعق ولا البحر هتغرقنا، لاننا كمسلم عارف من القران يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. احنا مؤمنين زي ما علماء الفيزياء دول بيقولوا، هو ربنا سبحانه وتعالى قايل لنا هتفقد الكتله، هتفقد الوزن، كل حاجة انت شايفها عليك هتكون كتلتها ووزنها بما فيهم أنا وإنت. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.